كارثه والله العظيم كارثه، والناس مش حاسه بقيمه وعظم الذنب ده. ما تسال شيخ الاسلام ابن تيميه عن ان واحد بيئم المسلمين، والراجل اللي بامام ده في المسلمين في الصلاه خبى بامراه على زوجها حتى فرقت، حتى طلقت من زوجها، فصلى صار يخلو بها، قالوا كده نص الكلام، فهل نصلي خلفه؟ قال لا. وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبى بامراه على زوجها او عبدا على سيده او مواليه. الراجل اللي بيسعى في التفريق ما بين المراه وزوجها بكلام او يعسل لها، تقول لك شفت الراجل سامعني بيقول لي كلام حلو ازاي؟ الحريم غلبان ولا فاهم اي حاجه في حياته، وخصوصا ان تبقى عندها جفاف عاطفي من زوجها، ما بتصدق هتسمع كلمتين بس. تتقي الله، تتقي الله، ندعو الله سبحانه وتعالى بالعفه لنساء المسلمين، قولوا امين. دي من الذنوب الشديده، من الذنوب الشديده جدا. تفريق بين المراه وزوجها من الذنوب الشديده. قال كمان انه من فعل السحره. ما هو السحرة كده يفرقون بين المرء وزوجه، وهو أعظم فعل للشياطين اللي بياخدوا عليه الجايزة. قتلت فلان، سرقت فلان، فرقت بينه وبين، قال له بل أنت تعال أنت خد الجايزة، بيخببها على زوجها يتجوزها هو، ويصر أن هو يخلو بيها. قال ده لا ينبغي، مثل هذا لا ينبغي له أبدا أن يولى إمامة المسلمين أبدا إلا أن يتوب، فإن تاب تاب الله عليه. خلاص ممكن تصلي، والأفضل إنك تصلي ورا حد مستقيم السيرة، مش واحد بيخرب البيوت، ولا تصليش خلفه. لكن واحد ظهر فجوره وتعرف فمفيش حاجة. ده كلام ابن تيمية. ابن القيم بقى في الجواب الكافي، الكتاب الجميل اللي نفسي كله يبقى مرجع لأولادنا، وخصوصا في سن مرحلة المراهقة المبكرة من 12 و13 سنة وأنت طالعة. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه، وقال ان ده من اكبر الكبائر. ان كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان واحد يخطب بس على خطبه اخيه، ها، او ان هو يستمع على السوم بتاعه، فكيف بمن سعى بالتفريق بينه وبين زوجته، بينه وبين امراه غيره، او بين الامه وبين سيدها، ازاي عشان يتصل هو بيها ويعمل معاها علاقه؟ قال: ولا يسقط حق الغير بالتوبة. أنا توبت، بس لا، أنت توبت من الفاحشة، اسمعوا الكلام ده كويس. يقول لراجل بيقدم على الفعل ده، يقولك ما أنا توبت خلاص، بس ما يسقطش حق الله عز وجل في حق العبد اللي باقي، اللي أنت ظلمته، واللي أنت خدت منه زوجته، واللي أنت خببت عليه زوجته يوم القيامة. فلو ظلم الزوج بإفساد زوجته عليه، والجناية على الفراش بتأعظم من ظلمه في بأخذ المال. شفتوا ازاي؟ ده كلام ابن القيم، لان اذيته اعظم. انت بتاخد ماله، ده انت افسدت زوجته، افسدت عليه فراشه، افسدت عليه بيته، لحد هي ما تطلب الطلاق. قال ده حتى محاوله انك تلمس المشاعر والعواطف وان هي تتسبب في تعليقها بيك انت، اعظم افساد واشنع مسعى يمكن يسعى بين الناس.